لم يخطر ببال أحد أن تسجيل شريط كاسيت سيكون سبباً في كتابة مغامرة استكشافية يقوم بها رجل قدم من أعالي جبال تيزي وزو إلى أحضان الصحراء الجزائرية بتيميمون، بحثاً عما يشبع فضوله حول تلك الأنغام والقصص التي ترويها. جاء متبعاً حسه البحثي، متعطشاً لمعرفة ما تخفيه تلك الواحة الحمراء خلف الكثبان الرملية. الباحث مولود عمري في الحقيقة جاء إلى منطقة قرارة بدوائرها العشر تقريباً، بدوائرها الأربعة وببلديتها العشر، زارها تقريباً قصراً، ليس سائحاً وليس محباً لأخذ صور تذكارية، وإنما جاءها باحثاً، جاءها أكاديمياً يبحث عن شيء سامعه لأول مرة وشد انتباهه. كان صاحب القصة الذي روى القصة التي كشفت عن كيفية اكتشاف تراث أهليل هو زميل وصديق مولود معمري، ودليله في الصحراء عندما كان يتنقل من قصر إلى قصر، وهو الشيخ مولاي الصديق تيمي. باش نتلاقى أنا مولود معمري بذات من واحد القوري سميتو بيير أوجي. صادف الباحث في التراث الموسيقي بيير أوجي شريط كاسيت يتضمن أغاني الأهليل عندما كان في مهمة تسجيل الأغاني البدوية في الصحراء الجزائرية بهدف مساعدة زميلة له من بريطانيا في إنجاز أبحاثها حول هذا الموضوع. المهم نهار اللي سمعوا الكاسيت نتاع لوكيد سمعوها الليل فيها، نهار اللي قاوري هذا بيير أوجي سمعها الليل يعني جاخ جا من عام هو خدام في ورم وجا من عام هو خدام في العاصمة، عمرو ما سمع يعني أهليل ولا سميت أهليل. وفرح فرحت كينا تعني جاتو حاجة طايحة ليها من السماء وغادي يوريها للمعلم تاعو، والمعلم تاعو شكون؟ ولد معمري الله يرحمه. لما استمع ولد معمري لهذا الشريط قال هذا شيء يستحق منا أن نبذل فيه جهودنا للتعرف عنه أكثر، وزاد إصراره وعزيمته على التنقل بنفسه إلى المنطقة للبحث في هذا الموضوع. فعلا كان ذلك سنة 1971 عندما جاء لأول مرة، اتصل بمولاي الصديق وطلب منه أن يساعده في التنقل بين قصور المنطقة أين يوجد تراث أهليل من أجل القيام بتسجيل أقصى ما يمكن من هذا التراث. كان الدرمولود شغوفا بالأهليل ووضع نصب عينيه التنقيب عن هذا الكنز وما يحمله من ثروة فكرية وتاريخية للمجتمع الجزائري، فتكررت رحلاته إلى تيميمون على مدار 7 سنوات، وفي كل مرة كان يقطع أشواطا من البحث. ولما وصل إلى منطقة تيميمون أراد أن ينتنقل مباشرة إلى شروين. لماذا؟ لأن الشريط الذي تحصل عليه صديقه مسجل آنذاك شريط كاسيت عادي مسجل في شروين، ولم يكن يعلم أن حتى منطقة تيميمون فيها الأهليل. دان مولود دخل هلال مدينة تيميمون وبدأ يتصل الذين يهتمون بالتراث اللي هو الأهليل، فدلوه على هؤلاء هم عمالقة في هذا الفن. دق في الدار، حلت الباب، شكون اللي لقى؟ لقى إنسان بيض شعره صفر داير شكاكي، قال السلام عليكم. قلت عليك السلام ورحمة الله. قال لي عرفتني ولا ما عرفتني؟ قلت له ولا ما عرفتكش. قال لي انا مولود معمري. قلت لي انت لو بيومي لو باتون؟ بدا يضحكوا وهيا تسلمنا وهذيك هي مالا مرحبا بكم وسهلا. ليس سهلا على الباحث التنقل بين بيئتين مختلفتين من جبال الشمال الى رمال الصحراء في الجنوب، الا ان مولود معمري وقف متحديا عده صعوبات في سبيل ان ينقذ تراث الاهليل من الاندثار. ربما فيه نوع من الصعوبة في اللغة في البداية،
إذن قام أولا بالاطلاع على اللهجة المحلية اللي هي زناتية. قال أشوف أنا قبالي ونهضر القبالية ونهضر الفرنسوية، ولكن قال لي أنا ما نعرفش الزناتية، نحاول قال لي باش نعرف، ولكن باش نعرفها كما تعرفها أنت من ولكن إن شاء الله أنت تولي تكون لي مترجم. قلت له ما كان باس، وهو جاء بإمكانيات يعني بسيطة، يعني بلاندروفر كما نقول لاندروفر. تصور هذاك لاندروفر، لأنه المنطقة التي أراد أن يصلها هي منطقة رملية، وما فيش أي سيارة من السيارات تلحق إلا هذا النوع من السيارات اللي هي نادر، وخاصة عندما ذهب إلى منطقة طلمين اللي هي ما زال الطريق غير معبد. تصور هذاك الباحث الدنمول دي يطلع في الرملة ويهود وربما يصاب لي كما نقول هذا. أي ذاك تصور هذاك راه في منطقة معزولة، شكون اللي يدفع له باش يخرج لاندروفير تاعه؟ شكون اللي يدير له الطولة هذيك؟ وربما جائع، ربما عطشان، ربما فيه نوع من العاية، ربما فيه الرياح الزوابع الرملية ربما راهي موجودة. ومع ذلك كل هذه تحديات، كل هذه تحديات تجاوزها دال مولود معمر. في مولود معمر في ذاك الوقت تشوف فيه، في ذاك الوقت في السبعينات كي تشوف فيه يمشي في العرق ويمشي في الحمام ويمشي يعني في السكوس، يعني ما كانش عندنا القدره في التيمون حتى لاندروفير السكوس والصابلاج ومع الدبان والحمام. خضرها بالمره تيجينا في مدار الجيل، بالمره تيجينا في ديسمبر، بالمره تيجينا في اكتوبر. قالوا هذا الشيء قاعد ديال المولود كان يستحمل الحمام، يستحمل الدبان، يستحمل الماكله تاعت القصور، يعني يستحمل كلش. يعني كي تشوفوا يعني بيناتنا تقول واحد منا، يعني انسان اول ما يستكبرش وما يعيفش، وين حطيتيه يقعد؟ يعني انسان يقول لك يعني ادمي من الشمال وعنده الخدمه كثيره في الشمال، ولكن بغى يستحمل واش كانوا يستحملوا تواتيين، هل توات الكبرى يبغي يعرف. هذه التحديات تحديات الطبيعه، وانتم تعرفون طبيعه الصحراء القاسيه في الصيف، يعني حراره لا تطاق، وخاصه في السبعينيات لم تكن هناك مكيفات هوائيه، لم تكن هناك يعني وسائل راحه ووسائل التي تجعل من 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 الامور سهله، يعني سياره مكيفه او بيت مكيف. كانت هذه الامور، هذه التحديات كلها، وفي الشتاء ايضا شتاء قاسي في منطقه قراره. لذلك هذه التحديات الطبيعية استطاع أن يتغلب عليها بفضل نبل مطلبه، لأنه كان يرى أن ما يصبو إليه يستحق كل ذلك العناء، لذلك لم يدخر جهدا في العمل على تراث أهليل والتراث البربري في المنطقة بصورة عامة دون ادخار أي جهد. تجول مولود معمري في أغلب قصور منطقة تيميمون، من شروين إلى ولاد سعيد، ولاد عيسى، أوغروت، كالي وغيرها. رغم قلة الإمكانيات آنذاك بحث عن القصائد الشفهية لشيوخ الأبشنيو مثل باهمي، مولاي عبد الرحمن، دادة أوت الحاج حمد، بحمو كوكو وآخرون، من أجل أن يصل إلى منبع الأهليل. ولكن جهود مولاد معمري تواصلت نظرا لأنه أعجب بهذا التراث، ووجد فيه عمق تاريخي أصيل وجذور تاريخية أوجبت عليه أولا كأستاذ، ثانيا كباحث، ثالثا كمدير لمركز البحوث في عصور ما قبل التاريخ CMPH. وبالتالي هذه الأمور كلها جعلته يصب مجهوداته ووقته وفكره لخدمة هذا التراث الثقافي. وبالتالي كان أول منتوج له هو كتاب أهلي القرارة، وهو من بين المرجع الوحيد إن صح التعبير الذي استطعنا أن نجمعه ونضعه في ملف التصنيف. أهليل القرارة أول مؤلف جمع فيه مولود معمري ما توصل إليه من قصائد عن طريق المشافهة،
لتوثق في 446 صفحة. أصدر الكتاب سنة 1984 في باريس، وكان أول تدوين موثق لقصائد الأهليل، وله فضل كبير في تصنيف هذا التراث عالمياً. وأعاد المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ والتاريخ وعلم الإنسان طباعة الكتاب سنة 2003. عملا جبارا بجمعه للتراث، حيث استطاع أن يجمع حسب تقديراته ما يقارب من ثلثي تراث أهل الليل، والثلث الآخر للأسف قال اندثر وضاع. كتب وقال في كتابه في ديباجته أنه قدم إلى هذه المنطقة في السبعينات، يعني ابتداء من 1971 وصل إلى المنطقة، وقال أنني عندما وصلت إلى منطقة القرارة وجدت أن فل الأهليل بدأ يزول شيئا فشيئا، بدأ ينقص بطريقة ربما رهيبة جدا، فإن لم ننقذ ما يمكن إنقاذه ربما الأهليل هذا سوف يندثر. وكتب القصائد التي جلبها وجمعها من مدرسة ولاد عيسى، والتي جمعها من مدرسة شروين، والتي جمعها من مدرسة الجدير وضغة زاوية الدبا، والتي جمعها من مدرسة ميمون، وبدأ يقارن ما بين القصائد الأهلية ما بين هذه المدارس، فكون كتابه ومترجم من اللغة البجنتية إلى مكتوب بالحروف الأمازيغية، والشرح باللغة الفرنسية. قبل فترة مولود المعمري لم يعثر على تراث أهل الليل مكتوبا في أي وثيقة، لا باللغة العربية ولا بالزناتية لغة أهل المنطقة ولغة أهل الليل ولا بأية لغة. ألور كنوبة كنت نفطروا جميع مع رفاقته ومع أصحاب القصور، كنو بايقول بغا في العشاء ولا في الفطور ولا في الكاساتاي، كنو بايقول كيف هاد الكنز هذا ما عرفوش الناس، هاد الكنز هذا وين كان مريوم؟ وانا نقول له جرى مريوم في القرارة، جيت انت تنوض عليه الريح دوك يبان هذا كي كنت تقول له. رحل مولود عن الحياة، لكنه بقي خالدا بأعماله وبنضاله من أجل الهوية الجزائرية. رجل ترجم معاني الصبر، التضحية وحب الوطن من خلال مغامراته العلمية. اكتشف مولود كنزا في الرمال، وترك لنا ثروة تبنى بها الأجيال. حاجة واحدة اللي نتفكرها عليه، يعني القعاد والاستقبال مع البشر، يعني كي تشوف دال مولود الله يرحمه يستقبل هذاك باشنيو، كي نعطيه يستقبل الإنسان عظيمة، يعني يسلم عليه واحد سلام وواحد العز ويسقل صدرو، هذا الشيء اللي بقى لي في راسي. على خاطر علاه باحث وآدمي، باحث وآدمي. دال مولود نقول له انت فتحت لينا مجال، كل صراحة هو أول من فتح المجال في التدوين، يعني بدون منازع هذه حقيقة تقال لكل إعلامي، لكل باحث، لكل قراري، لكل تقال. هذا كان سابقا لعصره،
هذا حسب شهادة صديقه وزميله سليمان حاشي الذي هو الآن مدير مركز البحث في التراث ما قبل التاريخ والتراث والإنسان. أكبر ما يمكن أن نجازي به الدار المولود هو أن نترحم عليه، لأن ما عندناش جائزة تليق بمقامه، ما عندناش حاجة نقدمها له كهدية تليق بمقام هذا العمل، لأننا الآن فقط أدركنا بعظمة وقيمة هذا المجهود الذي قام به في ظروف غير هذه الظروف التي نحن فيها، وسائل التوثيق منعدمة إن صح التعبير، وسائل التسجيل نادرة وقليلة بطريقة نادرة جدا، وسائل النقل كانت في ذلك الوقت صعبة وصعبة جدا، ظروف الحياة في المنطقة الصحراوية في السبعينات ليست هي الموجودة الآن في 2017، وبالتالي أفضل شيء هو أننا نترحم على هذا الباحث، وأيضا أن نعتز بهذا العمل الذي قام به، والاعتزاز بهذا العمل هو أن نعرف به الأجيال الصاعدة حتى تقيم، لأن الأمة التي لا تقيم علماءها وباحثيها ومفكريها هي أمة ستزول وستسير إلى الزوال. والفجأة دمول قصة كبيرة دمول قصة كبيرة كبيرة كبيرة.